السلام عليكم المتتبعين ديالي، مرحبا بكم. اليوم معايا جبت لكم حلوة ديال التيراميسو. هاد الحلوة ديال التيراميسو حلوة إيطالية تقليدية، كتجي رائعة في المناسبات، في الأعياد مثلا ديسير، كتجي رائعة زعما شي حاجة راقية من مستوى عالي ومشهورة عالميا. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المراحل والمكونات ديال هاد الحلوى، لانها ما كتحتاجش انها تطيب لا في الفران لا والو. بالنسبه للناس اللي اول مره كيتابعوني وكيشوفوا الفيديو ديالي، ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالفيديوهات الجديده. ودابا غادي نبدا معكم ان شاء الله المقادير. عندنا بسكوي سافوياردي، نص كاس ديال السكر، كاكاو امارو تزيين يعني الشوكولاته المر غبره، 6 البيضات، ماسكربوني جبنه الماسكربوني، وهنايا قهوه. طلعت القهوه هي باش هي اللي غادي نسقي بها هذا البسكويت. هاد المراحل راها مهمه وسهله، يعني غادي تفرقوا الصفار ديال البيض على البياض ديالو. وهنا غادي نقول لكم واحد السر باش يطلع لكم البياض ديال البيض بسرعه وما يخسرش معكم نهائيا، هو ان البيض خاصو يكون في حراره المطبخ. يعني الا جبتوه من الثلاجه يا اما خليه واحد المده حتى تعتادل الحراره ديالو، اولا ديروه في المدافي ماشي الماء سخون، يكون غير المدافي باش دغيا طلع شويه الحراره ديالو، وديك الساعه عاد يمكن لكم تطلعوه وبواحد شويه تاع مليحه يعني قبيصه تاع الملح معاه. كيف ما كتشوفوا هنايا راه دغيا غادي يطلع، يعني بسرعه غادي يطلع وغادي ينجح، يعني ما عمره غادي يخسر معكم بهالطريقه. صافي كنطربوا البيض مزيان، ثم يبقاش فيه السوائل نهائيا، يعني يولي بحال الثلج وناشف مزيان ما يطيحش من السكيره. يعني راه غادي يوقف مزيان هكا، يعني راه ما غاديش يطيح نهائيا. ودابا غادي نطرب الصفر ديال البيض. شوفوا اللون ديالو كيفاش داير، يعني صفر، ويعني هنايا خاصني نطرب، غادي نطربو حتى غادي يولي صفر باهت، يعني خاصو تولي كريمه. البيض بهذه الطريقه، يعني هاد البيضات الصفر ديال البيض مع هاد نص كاس ديال السكر، والطريقه ديال التطراب يعني خاصها تكون في الماكسيموم، راه كيطيب. يعني ما غاديش تقولوا مثلا لا البيض خضر ولا راه كيطيب بهذه الطريقه. البيض تاع البيض راه طاب ملي طلع، وحتى الصفر ديال البيض بهالطريقه هذه راه طاب. يعني شوفوا اللون ديالو كيفاش كيولي، راه كيولي كريم. فهاد ملي غادي تولي بحال هكا يعني اون كريم، غادي تزيد عليها الماسكربوني. بهالطريقه الماسكربوني ما كيحتاجش انه يطرب، غير باش نحيدوا هذيك الحبيبات ديالو ما يبقاوش يتجانس مزيان في الخليط. مجرد ما غادي يتجانس معانا صافي، يعني ما غاديش نحتاج انني نطلعه ولا غادي صافي. هنا راه واجده هنايا الكريمه، غادي نضيف عليها البياض تاع البيض. وهنايا انتبهوا للطريقه باش انكم تحركوا، يعني من تحت للفوق، من تحت للفوق، من الاسفل الى الاعلى بهذه الطريقه باش ما تهبطش هذاك، ما يهبطش البياض ديال البيض، ما يبقى فيه داك البرد ديالو وتبقى لا كريم واقفه. يعني بهذه الطريقه حتى تجانس صافي. هنا راه لا كريم واجده في هذه المرحله، هذه لا كريم صافي هي هذه، ما عندنا ما غادي نزيدوا عليها ما غنضيفوا عليها حتى شي حاجه. هنا راه لا كريم عندنا واجده.
صافي. انا كنوضع لا كريم في هاد لابوش، الا ما كانش عندكم ماشي مشكل، يعني هزو بالمعلقه وحطوا، يعني ماشي مشكل. صافي كنبقى غادي بهذه الطريقه باش يجي متساوي وكتسهل الخدمه. الا ما كانش عندكم نديرو عادي بالمعلقه، سرحوا طبقه ديال لا كريم وطبقه ديال البسكوي. هذا بسكوي سافوياردي، راه كاين في جميع لي سوبر مارشي. كنخشيه في القهوه وكنهزو. ملي تدخلوا القهوه، البلاصه اللي فيها السكر، البلاصه اللي فيها السكر في البسكوي هي اللي ديروها في القهوه، يعني الوجه اللي عليه السكر. وغادي ديروه في القهوه من جهه واحده، من وجه واحد، يعني اللي فيه كيف قلت لكم اللي فيه السكر. في هاد المرحله هادي كاين اللي كيبغي يدير الكاكاو، انا ما كنديروش هنايا، مره كنديرو مره ما كنديروش. المهم انا غادي نوريكم الطرق بجوج. صافي دابا غادي نبدا نستف بالعكس، خالفوا الطريقه اللي درتو في الاول. هاد البسكويت يكون في الاول شويه قاصح، ولكن مع القهوه ومع لاكريم من بعد كيولي رطب بحال الشكل ديال الكيك، بحال الكيكه. علاش سموها تيراميسو؟ تيراميسو سموها هكا، يعني الترجمه ديالها الحرفيه تيرامي اسحبني الى الاعلى، تيرامي سو، سو هي الاعلى، تيرامي سو، ارفع اسحبني ولا ارفعني الى اعلى، لانها كتجي رائعه بزاف، مذاق ديالها خيالي، شي حاجه بحال الواحد كيطير في السما. المهم دابا غادي ندير عليها الكاكاو. هاد الكاكاو امارو هو تيكون شويه مر، ولكن راه كيجي في هاد التورته كيجي رائع رائع بزاف. ما ديروش الكوبيل ولا شي كاكاو حلو. استعملوا هاد الكاكاو اللي هو مر. كيف ما شفتوا في الاول، انا استعملت المول صغير باش يبقاو ليا حصص، باش ندير حصص هكا صغيره دي بورتسيوني، يعني على حساب الديسير، والاخرى خليتها نديرو بها مثلا شي عشيه ولا غوتي. اللي ما بغاش يستعمل مول كبيره. باش ما ننساش نقول لكم الماسكربوني اللي استعملت راه ديال 500 غرام، يعني ديال نص كيلو في 6 البيضات. الماسكربوني حتى هو راه كاين، راه انا شفته في مرجان بالنسبه للناس ديال المغرب، وحتى البسكوي سافوياردي حتى هو كاين. هنا كيف ما شفتوا درت الكاكاو في الطبقه الوسطانيه، هو اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يخليه حتى الفوق وصافي. صافي ملي غادي نكمل هاد المرحله هذه، غادي نضيف من فوق منه الكاكاو امارو، وغنديرو ندخلو للثلاجه لمده ديال ساعتين، هي الاقل، اقل حاجه هي ساعتين، باش كياخذ الوقت ديالو، كتوقف هذيك لا كريم وكيرطاب داك البسكوي، وكتكون واجده للاستهلاك. كنتمنى تكون عجباتكم الحلوه اللي درت معكم اليوم، وعجبكم هذا الفيديو. وما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع العائلات ديالكم، مع صحابكم، هكا يستافد الجميع. الصراحه هذه الحلوه رائعه جدا، انا متاكده ان الا جربتوها غتبقاو دائما ديروها. هي ساهله وما كتحتاجش لا طبخ لا فوق البوطه لا في الفران لا والو، يعني جوج سوايع ديال الثلاجه. والمكونات ديالها كيف شفتوا راهم بسيطين، يعني تقريبا 6 المكونات اللي فيها. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.